زينب، يعني هي كانت أخبارنا الثقافية لليوم، وصار الوقت لننتقل لمساحتنا التالية. كتير من القضايا الحياتية بتصادفنا كل يوم، وكتير من هاي القضايا بحاجة لدعم ومساندة المجتمع ليخفف العبء عن الأشخاص. ومن هالأمور هو سرطان الأطفال يلي عم يصيبهم هذا المرض وهنن بعمر الزهور، ويلي بيكونوا واللي بيكون فيه الدعم المجتمعي أوضح والحاجة إله ماسة أكتر. يا زينب، أكيد 15 شباطة من كل عام. هو طبعا اليوم العالمي لمرضى الأطفال السرطان، مرضى أطفال السرطان، وأكيد جمعية بسمة حبت تقوم بهذا اليوم ببازار كان طبعا على مدار يومين، وريعوا مدار يوم عم بيقولوا لي 16 شباط كان، وريعوا كان عم بيعود لدعم هالأطفال. لنحكي عن هالتفاصيل، تفاصيل البازار ونشاطات جمعية بسمة معنا ولاء سليمان وسارة عباس متطوعات بلجنة العلاقات العامة والتمويل ولجنة الدعم النفسي. يعني يسعد صباحكم. صباحكم بسمة. صباح الخير. أهلا وسهلا فيكم ويسعد صباحكم. بداية، مثل ما بنعرف جمعية بسمة أطلقت خلال شهر شباط يمكن مجموعة من الفعاليات لدعم أطفال السرطان. خلينا نحكي شوي عن أبرز هاي النشاطات يلي كانت خلال هذا الشهر. أول شيء أنا بدي أعرف عن بسمة، مع أنه كل العالم بتعرفها صارت لبسمة. صحيح. بس بسمة هي جمعية خيرية غير ربحية تهتم بالأطفال المصابين بالسرطان وأهاليهم. الجمعية بتشتغل على أكثر من برنامج، بس للأسف بسبب الأزمة اللي صارت بالبلد توقف عنا كتير برامج. هلأ عنا مبدأ، يعني عنا أربع برامج هن أهم البرامج، يلي هو برنامج الدعم المادي، برنامج الدعم النفسي داخل وخارج المشفى، برنامج السكن، وبرنامج التوعية. برنامج المادي يلي نحنا بسببه منقوم دائما بالحملة كل سنة، وتأمين الأدوية وتأمين المستلزمات. أول شيء طبعا هو أهم برنامج عندنا تأمين الأدوية، اللي هو بكلف كتير كتير. صحيح. لهيك العالم بتفكر أنه نحن متطلباتنا كتيرة بالدعم، بس نحن الحقيقة لأنه الأدوية كبيرة كتيرة وسعرها كبير وهي غير مصنعة محليا، فهذا السبب الرئيسي. هلأ نحن كل شهر كل سنة بشهر شباط بنعمل هاي الحملة، لأنه بصادف ب 15 شباط هو اليوم العالمي لسرطان الأطفال، فمنعمل 28 يوم من العطاء. السنة كانت الحملة تبعتنا عنوانها البسمة تبدأ من الأمل يبدأ من البسمة. فنحن بنعمل 28 برنامج لنخلي الناس تساعدنا فيهم، يعني حتى نحن نكون صلة وصل للناس كيف ممكن يتبرعوا لنا ببسمة. خلينا نقول يدعموا أطفال بسمة، يدعموا لأنه أطفال كل بسمة. كل سوري اليوم بس يشوف صورة طفل كان على مواقع التواصل الاجتماعي طبعاً، أو يصادفه بأي مشفى تحس يروحه وتعلقت فيه. أكيد أكيد، لأنه نحن كمان ببسمة ما بنخدم بس أطفال بسمة، نحن بنخدم مشفى البيروني، مشفى المواساة، مشفى الأطفال، ومشفى الأسد الجامعي. يعني نحن من مبدأ الجمعية أنه ممنوع طفل يجي على الجرعة تبعته وتكون غير متوفرة سواء بمشافي الدولة أو ببسمة. نعم. سارة، رح ننتقل عندك ونحكي شوي عن البازار. يعني كان مدته ليوم واحد، الريع كان لدعم مرضى الأطفال المصابين بالسرطان. خلينا نحكي شوي عن البازار، شو كانت الأبرز هيك المشاهد اللي هيك وثقت بذاكرتكم، إقبال العالم، أهمية الدعم النفسي لهالطفل؟ تمام. هلا نحن عملنا بازار هو كوحده من الفعاليات، مو عاملين 28 طريق لدعم الاطفال المصابين بالسرطان. في منهم اشياء فعاليات، هي عندنا حفل عشاء، عندنا بازار، عندنا توقيع كتب وهيك. البازار كان معنا بنهار 16 بعد اليوم العالمي لسرطان الاطفال، كان باوتيل. نحن عندنا متبرعين بيجينا اغراض دائما على الجمعيه، بيحبوا يتبرعوا بالاغراض. عندك شغلات زيادة هي جديدة أو ما يقارب الجديدة، شغلات زيادة بالبيت وهيك ممكن تبرعي فيها لهدول الأطفال. نحن هديك السنة عملنا البازار على موقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك حطيناه، بس يعني كان أونلاين ما جاب يعني مو كتير كان فعال. هي السنة قررنا نعمله مشان العالم تلمس الأشياء اللي عم تشتريها. أخذنا القاعة بالأوتيل، فتحنا من 12 للسبعة، كان في إقبال كتير حلو.
حلو، في عنا كل شيء بيخطر ببالك بخص الاولاد بخص الهي، ففكرته كثير حلوه. يعني انا رايحه عندي مباركه لحدا عندي كذا، ففيني اشتري بدل ما اشتريها من محل بشتريها، يعني انا اخذتها هديه وكمان عم بهديها كمان مبلغها عم يروح لهدول الاطفال. فالفكره كانت هيك وجانا اقبال الحمد لله منيح. يعني ان شاء الله كعوده لنا بالبازارات كانت حلوه، ان شاء الله السنه الجايه بيجينا اقبال اكثر ان شاء الله. اكيد ولا يمكن خلال هذا الشهر كثير بتطلع قدامنا على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن حجم الاصابه، يمكن اكثر من 175 الف حول العالم طفل عم ينصاب سنويا، بسوريا تقريبا عندنا 50 حاله للاسف عم تكون شهريا مصابين. خلينا نحكي هدول الاطفال اليوم عن جد قديش بحاجه للدعم المعنوي، واكيد بحاجه للدعم المعنوي، بس خلينا نركز على موضوع الدعم المعنوي لهدول الاطفال. هلا بالتاكيد الاطفال، هو الطفل السليم بده دعم معنوي، فما بالك بطفل مريض صحيح ومرض كبير. فنحن بجمعية بسمة كتير منركز على الدعم النفسي للأطفال، ويوميا نحن متطوعين موجودين بمشفى الأطفال، وخصوصا مشفى الأطفال الأم غير مرافقة للطفل، يعني الأم بتزور الطفل لمدة ساعة أو ساعتين. فدائما نحن جمعية بسمة بندخل مباشرة بعد خروج الأم لحتى شوي نخفف عن هالطفل غياب الأم، ومنقدم الدعم يعني بشتى الوسائل، يعني سواء أنه بالابتسامة وباللمسة وبالحب اللي منعطيهم إياه، بالإضافة لأنه منقوم بنشاطات الولد بيروح عن نفسه فيها وبيستمتع فيها، يعني بينسى شوي مرضه بينسى شوي أمه. نحن منرافقه لوجبة الغداء العشاء والنوم، يعني ما منتركه للطفل لحتى نكون أمنين عليه حياته تماما تماما. حتى هنهم بينتظرونا، يعني بس تشوفي دخل حدا من بسمة انه ببلشوا طلع هنهم بينادوا بعضهم انه ايه اجوا جماعة بسمة انه تعالوا، يعني نحن دائما نفوت على الغرف لنطلعهم، صاروا هنهم يفوتوا ينادوا لبعضهم. والحقيقة الدعم النفسي كتير له تأثير كبير بالعلاج، له تأثير كبير يعني بالعطاء. نعم اكيد. ساره، يعني انتم كمتطوعات اليوم بجمعيه بسمه قد ايه بدها كميه من القوه والعطاء، قد ايه بدها كميه من طوله البال ايضا وزرع الفرح. يعني انا مثلا كان لي حظ انه زرت اكثر من مناسبه جمعيه بسمه وشفتها باعياد الميلاد الشجره كيف عم تتزين، هذا جو الاعياد جو الحياه اللي عم تعملوه بالمشفى مع الاطفال، وكنتوا تقولوا لي كلمه انه هن بيعطونا قوه. تماما. فخلينا نحكي عن تجربتك ساره كمتطوعه بجمعيه بسمه، حالات معينه فريده من نوعها يمكن اثرت فيك كثير. هلا انا بلشت مع بسمه لي 6 سنين، يعني انا جديده بالنسبه لأولا. اول ما بلشت لجنه الدعم النفسي، بعدين هلا عن جديد صرنا علاقات عامه. لجنه الدعم النفسي هي اكثر شيء حلو ممكن تعملي. بنروح انا بروح كل يوم اثنين من 4:30 لـ6 بلعب مع الاولاد، هن ما بدا قوه ابدا، يعني اول 3 مرات بتكوني يمكن بحاجه للقوه لانه بتشوفي شيء اول مره بتشوفيه. صحيح. يعني المناظر مو حلوه، مؤلمه جدا. اول 3 مرات بيكونوا صعبين، دائما بقول لهم اول 3 كانوا كارثه، من بعدها تقولي لا انا بدي اروح. على فكرة ولا يوم تنين ممكن أنا أغيب غير إذا كنت كتير مضطرة. أنا والمتطوعين مو لحالي، يعني نحن 10 متطوعين. ما بدأ قوة أبدا، الأولاد هنا اللي بيعطوكي القوة، لما بتشوفي إنه هو هذا طفل هالقد عم يعاني ويتألم وحاطت هالجرعة والتأثيرات الجانبية للجرعة، يعني بتعرفيها، يعني نحن بنعرفها، نحن بنشوف شخص مصاب بالسرطان كبير السن أول ما بياخد جرعة ببلش يطلع كل التأثيرات وبينهار بالتخت، تخيلي هاد جسم الصغير قد ايه بيكون بزعل، قد عنده قدر من التحمل، بتلاقيهم من القوة بمحل إنه هو ناطر الجمعية ناطرنا للألعاب وعم يضحك وحتى اللي غنية ورقصيني، يعني حتى اللي ما بيقدر يقوم بيطلب من المتطوعين يقومون. فبتنزلي يعني بصراحة من النشاط لا عشو شفتي يعطيكي دفعة بالحياة، الحياة مو سهلة يعطيكي دفعة بالحياة، فبالعكس أنا أنانية أنا بروح لأنه هن بيعطوني طاقة. صحيح ساره، ولا حكينا قديش يمكن القوه اللي بنستمدها من هدول الاطفال. صحيح. على العكس بنحس اوقات نحن بحاجتهم اكثر ما هن بحاجتنا. ولا مثل ما قلنا الشهر شباط بعده مكفي، خلينا طبعا. شو نعرف او نعرف المشاهدين اليوم شو النشاطات اللي رح تكون، كيف بيقدروا اليوم يساهموا ويدعموا معكم اطفال بس ما باي شكل من الاشكال؟ الحقيقه نحن بهذا الشهر مثل ما قلنا لك نحن عملنا برنامج يلي هو تضمن 28 يوم. هلا هنن اذا بيطلعوا في على الفيسبوك نازل الكالندر كل يوم شو ممكن يعملوه لبسمه. في كثير اشياء عاملينها، مثل بيروحوا على مطاعم، بيروحوا على بيقدموا دعم من خلال شراء البن تبع بسمه من الجمعيه من مقر الجمعيه، عندنا منزلين اجندات للجمعيه،
يعني كثير عندهم، هم بس بدهم يتابعونا على الفيسبوك، بدهم يتابعونا على صفحة الجمعية ويشوفوا شو هن الحياة الأشياء اللي ممكن يساهموا فيها. زائد إنه الحقيقة المجتمع دائما بفاجئنا، بفاجئونا الناس بإقبالهم لنا، حتى هنهم باتصالهم بالجمعية إنه نحن كيف ممكن نساعد، يعني ما بينطروا علينا نحن بس لحتى ننزل هذا الكالندر كل سنة، هنهم بيتواصلوا معنا لحتى يشوفوا كيف. حتى الأطفال، أنت ما بتتخيلي الأطفال الصغار قديش بيكونوا مجمعين مبالغ صغيرة وبيجوا لحتى يقدموا ولا بسمة، لأنه نحن طبعاً نتواصل مع المدارس بشكل عام ونشرح عن المرض وعن الأطفال المصابين، فشوفي الطفل لحاله صار يجمع المبالغ الصغيرة ويجي، والسنة يعني فاجأونا المجتمع بالإقبال اللي هنن يعني عم يدعمونا فيه، مشكورين جداً جداً كل حدا إجا ساهم بمبلغ صغير ولا مبلغ كبير. وأنا بقول دائماً لا حدا يقول إنه ما بقدر، لأنه بالدعاء ممكن هو يدعي ويقدم دعاء لهالأطفال، ممكن مبالغ صغيرة لأنه هي بالأخير بتجمع، يعني ما في شيء الواحد يقول إنه أنا ما بقدر، لا كلنا بنقدر لو بمساهمات صغيرة. أكيد صحيح. سارة، يعني دائما بنقول كمان الجمعيات لازم يكون في عندها تشاركية مع الأهل اللي عندهم ولادة مصاب بالسرطان، وعم نشوف كتير من الحالات الرائعة لمجتمعنا السوري بدعم أطفالهم بإشراكهم بالحياة الطبيعية، يعني معاملتهم كأنه هن الأصح ونحن المرضى. فخلينا نحكي عن هي التشاركية بين الجمعية والأهل وقديه بتأثر كمان إيجابا وبشكل صحي على الطفل. لأن إحنا ما بنهمل دور الأهل، بس ما عندنا برامج خاصة بالأهل، عندنا التوعية، برنامج السكن للأهالي. إحنا يعني اكتشفنا يعني نحن لاحظنا انه اغلب الاهالي اللي بيجوا على مشفى الاطفال ما عندهم مكان للاقامه فيه، فنحن اخذين بيت شعبي شوي بمنطقه كفر سوسه مشان هدول الاهالي ما يتاخروا ولا نهار عن زيارتنا، انه يضلوا عم يجيبوا الاطفال على الجرعه، يلتزموا بوقت الدوام بوقت تماما قيمه الجرعه موجوده. فبس ما بتدعم الاهالي من طريق برنامج السكن، بتقدم 3 مرات وجبات كمان، حتى نحن مسؤولين عن اطعامهم 3 مرات بالاسبوع بالاضافه لبرامج التوعيه، خاصه في ناس تجي من محافظات بعيده. تمام. ويعني الله يعين العالم، يعني اللي ماله مضطر ما بيجي بوقف على الدور وما بيجي على جمعيه وهيك، وهو كلفته عاليه للاسف، يعني كلفه علاج سرطان الاطفال عاليه، فنحن شوي بنخفف من هي من آلامه للاهل، اخذين هالبيت بنقدم لهم 3 مرات اسبوعيا وجبات، يعني اقل شيء بنقدر نعمله بالاضافه لبرنامج التوعيه. نحن من عم نوعي الاهل، بنعمل جلسات توعيه دائما بمشفى الاطفال، كمان اللي بيقوم عليها متطوعين عندنا من الكادر الطبي، بيوعوا الاهل انه هذا السرطان ماله معدي، هذا السرطان ما لازم تفصليه عن اخواته، لا تخافي اذا هر الشعر، بنعلمها التاثيرات الجانبيه للجرعه الكيماويه للام، كثير بنحاول ندعمها نفسيا لانه حرام، يعني هي المشكله انه مرض السرطان اكثر من الولد. طبعا مرض السرطان هو يعني مصيبه عائله، يعني صحيح. مو بس طفل، بس ان شاء الله يعني ايدنا بايد بعض بايد المجتمع، سرطان أكيد. الاطفال مسؤوليه المجتمع، هو هي مو سلوغن هيك عاديه، كلياتنا بنقدر نعمل شيء. صحيحه، ولا مثل ما انه يمكن ما نو شعار، يمكن قديش اليوم مهم عن جد هذا التكافل المجتمعي. اليوم خلينا نحكي شوي عن تفاعل الاطفال اليوم مع الحالات اللي عم تجيهم، يمكن متطوعين، يمكن مبادرات ثانيه، يمكن فنانين، لما يشوفوا هيك شخصيات عم تزورهم وتدعمهم قديش عم يكونوا متفاعلين، وعم ياثر هذا على حالتهم النفسيه. اكيد هي الحاله النفسيه شغله كثير مهمه عند الولد، والحقيقه في مبادرات مجتمعيه كثير كثير عم تجي، يعني نحن ما في اسبوع عنا ما بيجي سواء جمعيات تانية بتطلب انه تدخل لعنا على جمعيه معنا مع جمعيه بسمه على الاطفال لتقدم لهم الالعاب او تقدم الهدايا او تقدم مسرح عرائس، زائد انه الفنانين كمان مشكورين بفوتوا لعنا لحتى هيك يدعموا هالطفل. في كثير اطفال بتعرف بحبوا الفنانين، في ناس كثير بتطلب شخص معين فنان معين يعني من الاطفال بالاسم انه يا ريت يجي يزورنا، فنحن كمان بنحاول نأمن هي الزيارة والتواصل. والحقيقة نحن المجتمع يعني كثير عم بيقدم لبسمة، ولولا نحن ما بنستمر اصلا، يعني بسمة بلا المجتمع ما فينا نستمر. نحن كثير بنعتمد بالمادة وبالدعم النفسي على المجتمع، وال يعني كثير في كثير من الكشاف كثير من كله بيجي بحب يساهم ويساعد، يعني مثل ما قلت لك ما عم يقدر ماديا عم بيساعد نفسيا ومعنويا بالمساعده لهدول الاطفال. اكيد هو واجب انساني أكيد. على كل أكيد. سوري خلينا نقول اكيد. وانا بدي احكي عن شغله ببرنامج التوعيه، لما انت حكيتي عن تشاركيه الاهل، نحن قبل الازمه كنا عاملين
برنامج وان شاء الله هلا بنقدر نعمله ان شاء الله، انه هو اسمه فشه خلق. كنا نجمع الاهالي يلي اولادهم هلا انصابوا، يلي اولادهم توفوا، يلي اولادهم هلا مريضين، وهنهم مع بعضهم يدعموا نفسهم أكيد نفسهم نحنا بنفسهم. نحن بنضم صوتنا لصوتك يا ولاء وساره، ويعطيكم الف عافيه، وان شاء الله هيك دائما بسمه بترسم هالبسمه على وجوه الاهالي والاولاد، تكون داعم معنوي ومادي ونفسي لهم. شكرا لوجودكم معنا. شكرا 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 للتلفزيون لانه دائما بيدعم بسمه كمان. شكرا لوجودكم وللهمه الكبيره دائما اللي موجوده، واكيد بدنا نوجه تحيه لهالمقاومين الصغار والاهاليين على هذا الحجم الوجع اللي عم يتحملوه. شكرا كثير لكم.